شنو اللي دا يصير هسه حاليا؟ شنو اللي دا يصير هنا؟ عمي رمي حي جاي يرمون علينا اطلاقات ناريه حيه؟ اطلاقات ناريه وهذا صاحب استشهد. اكو شهداء؟ هذا يانا الشهداء تقدر تطلع لي؟ هذا مصطفى الخفاجي. هذا مصطفى استشهد. مدى يبين؟ مدى يبين؟ ارسل لي حتى اقدر انشر على الولد اسمه مصطفى الخفاجي. مصطفى الخفاجي استشهد الله يرحمه. استشهد هسه بالمستشفى مال الجمله العصبيه جوا له. طبعا الكل الجموع جايرمون حي علينا جوا الجسر محصورين كل الشباب. طبعا لانه هي مظاهرات سلميه وما تابعه سلميه وكل شيء مال حزب ما تابعه لاي حزب. مدى يسهلون الامر في سبيل المتظاهرين يدخلون الساحه التحرير ويتجمعون قاطعين الشوارع الرئيسيه ومضطرين نسلك طرق طرق فرعيه ترابيه في سبيل اهل البيوت. يطببون ببيوتهم زين وتعالينا اهلنا كان هسه اقل شيء مشيت رمي كله حي وقصر بيت حارقين بيت لانه مجموعه واللي علتنا ابو الهمر اللي هناك اللي قال تعالوا هنا نضرب قوات الامنيه جماعه دفاع قال تعالوا الجيش على يعني ابو الجيش ابو الشرطه والاتحاديه والجيش يقولوا مدخل الظاهر لا قال هذا حقكم هنا نتجمعوا وبعدين احنا دا نرجع قال لا تعالوا التموا الجيش على اسنا ومظاهرات سلميه وكل شيء ما بيدينا ولا تصوير ولا هذه وخلوا وراء الاعلام مغير ما عيب ولا قناه تصور ماكو ابد ما عيب واكثر اكبر عيب على كل واحد قاعد ببيته ما يتظاهر. هاي رساله اللي قاعد ببيته واللي قاعد ورا التليفون خليه يطلع ويساند اخوته اللي واقفين قاتلنا الحر والشر. انا هذا احد المتظاهرين اخوي. ليش جيت؟ ايش عندك طالع؟ ليش جيت؟ هذول الحراميه. ما تخاف تموت؟ لا ما اخاف. عافيه قواك الله. احد المتظاهرين يرثالها الجبين، والله يرثالها الجبين. مع الاسف